أهلا بكم، أنا سامي من فوز أكاديمي. النهاردة احنا هنتعلم مع بعض في الفيديو ده ازاي نلغي السيرش هيست، عمليات البحث اللي احنا بنقوم عليها على النت. احيانا احنا بنبقى مش عايزين حد يعرف احنا بحثنا عن ايه. طبعا لو احنا عندنا حساب في جوجل اكاونت، جوجل اكاونت بيحفظ لنا حركاتنا على الويب في صفحة اسمها الويب والاب اكتيف، كل ده محفوظ عليها. طبعا هنقول بعد كده ليه هو بيعمل كده. طبعا لو احنا حاولنا نروح على الصفحة دي، اهي انا كتبت عنوانها زي ما انتوا شايفينه. لو انت مش عامل ساين ان في الجوجل اكاونت بتاعك، هيضطر يقولك اعمل ساين ان هنا عشان تقدر تروح على الصفحة دي وتلغي البراوزنج اكتيفتي بتاعتك او نشاطك على البحث في الانترنت. طبعا بعد ما كتبنا كده، ادي الصفحه اهي زي ما اسمها الويب والاب اكتيفيتي، وتقدر تلغي حاجه معينه او تلغي اليوم كله، او انك وتروح تكتب ديليت، تضغط على ديليت اللي هي فوق ديت لو انت عايز تلغي اليوم كله، او عايز تلغي كله بقى بتروح على المنيو اللي فوق ديت وبتضغط على ديليت اوبشن. تاخد الديليت اوبشن، هتختار منها اللي هو الادفانسد، والادفانس ده هي بتديك ايه؟ بتديك all the time ساعتها تلغي كله. لو عايز يوم محدد بالتاريخ، بتضغط على الكاليندر اللي فوق ديت بتديك التواريخ، فتضغط على التاريخ اللي انت عايزه وتعمل ديليت او تلغي حاجة في اليوم ده نفسه، مش لازم كل اليوم. جميل كده؟ طيب الحاجات اللي بيسجلها جوجل علينا ديت، هل احنا نقدر نتحكم فيها؟ ايوة طبعا، بنروح على القائمة دي ونختار السيتنج، ولما نختار السيتنج بنروح على شو مور كنترول. شو مور كنترول بتبين لنا هو بيسجل لنا ايه، في حاجات عليها اون اهي زي ما انت شايف، وحاجات عليها اوف. لو احنا عايزين نطفي حاجه، نلغي حاجه، نعمل اوف لكله زي ما احنا عايزين كده، علشان يعرف انت بتبحث عن ايه وبتفضل ايه، وبالتالي لما تيجي تبحث بعد كده يجيب لك الحاجات اللي انت عايزها على طول مباشره. طبعا زي ما احنا شايفين، لو احنا عندنا جوجل كروم شغالينه، نقدر نروح على الهيستوري بتاع جوجل كروم ونلغي الحاجات اللي جوجل كروم عملها. وطبعا في حسابنا بيبقى مسجل دوت علينا زي ما انتم شايفين هنا. هنلغي مثلا السيرش ده ونقول ريموف سيلكتد ايتمز اللي هي فوق دلوقتي، وبتقول لك متاكد، نقول اوكي ونبقى سيلكتد ايتم لوحده. لكن لو عايزين ريموف اول، في حاجه طريقه تانية جنبها الخانه اللي جنبها على طول، وهنشوف دلوقتي ازاي نعمل الحكايه ديت وايه اللي بيظهر لنا ساعتها. نضغط عليها، بيجي لنا ايه بقى؟ هيدينا براوزنج داتا. احنا هنا كلير براوزنج داتا اللي احنا بنضغط عليها دي اسمها كلير براوزنج داتا، يعني شيل البراوزنج داتا بتاعتنا كلنا، وبيورينا عايز تشيل ايه بالظبط. ممكن الباسورد يشيلها لك، ممكن الفورم، ممكن تختار وقت، هل الاسبوع اللي فات بس، هل الشهر اللي فات، هل اول ذا تايم، زي ما انت عايز. ولازم تكون متاكد انت عايز ايه بالظبط، لان احيانا دي بتكون مفيده، بترجع مره تانية لمواقع انت زرتها بس نسيتها، بتروح على الهيستوري وتعرف وتجيبها وتزورها مره تانية. يعني هو مفيد مش مضر زي ما انتوا فاكرين، الا اذا انت كنت عايز محدش يعرف انت بتعمل. طيب نقدر بقى كده نشير هذا الفيديو ونعمله لايك، ومتشكر جدا ليك.